استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر قضيبية سعادة أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في حوار المنامة والوفد المرافق. وقد رحب سمو بالوزير البريطاني وبمشاركته في حوار المنامة الذي دائبت مملكة البحرين على استضافته منذ انطلاقته الأولى باعتباره منتدى سياسيا وفكريا للبحث فيما يستجد من تطورات أمنية وسياسية في المنطقة بمشاركة نخبة من المسؤولين والمفكرين وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتنسيق والتعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وأمن واستقرار المنطقة. وقد أشاد سعادة الوزير بيرت بما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مختلف مجالات التنمية معربا عن تقديره وسعادته بما تشهده علاقات البلدين الشقيقين من تطور ونماء على كافة الأصعدة. وقد حضر المقابلة سعادة السفير سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.